تجددت الاحتجاجات من المواطنين الإيرانيين الذين صدرت أموالهم من قبل المؤسسات الحكومية في إيران، وتداول الناشطون عبر مواقع التواصل مقطعا يظهر تجمعا حاشدا لمواطنين في العاصمة طهران، وقد تظاهروا أمام نيابة الجرائم المالية والمصرفية مطالبين بإعدام رئيس البنك المركزي الإيراني لعدم الاستجابة لمطلبهم بإعادة أموالهم المودعة لدى مؤسسة كاسبين التابعة للبنك المركزي.